بتستمر صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، واللي كان تم الاتفاق عليها من يومين وبدأت يوم الجمعة، وبتنص على تبادل 50 أسير إسرائيلي مقابل 150 أسير فلسطيني، وعلى هدنة 4 أيام، وبتتضمن وقف لإطلاق النار في غزة بالإضافة لإدخال قوافل المساعدات الإغاثية للقطاع. وللآن سلمت حماس 30 أسير إسرائيلي وأجنبي، وسلمت إسرائيل 70 أسير فلسطيني. وطبعا الأسرى اللي يتم التبديل فيهم هم فقط من النساء والأطفال دون ال 18 سنة. وصحيح أنه أمس كان في تأخير والناس بقيت على أعصابها من بعد ما أعلنت حماس أنه رح يكون في تأخير في تسليم الدفعة الثانية، واتهموا إسرائيل بأنها ما التزمت ببنود الاتفاقية أو ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وما التزمت بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليهم. ولكن بعدين تم تسليم 17 أسير، 13 منهم إسرائيلي و4 أجانب. ومن وقت ما بدأ الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات والمراهقين والأطفال ومقاطع لحظات لقائهم بأهاليهم غرق المنصات وعاملة حالة من الفرح ولو المؤقت يعني وسط بشاعة هذه الحرب القاتمة. ومن بين الأسرى الفلسطينيين اللي تم إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل واللي متصدرة محرك البحث جوجل إسراء الجعابيص، اللي كان اسمها من بين الأسماء المتوقع الإفراج عنها، وكنا تكلمنا عن التسريبات والأسماء اللي كان متوقع الإفراج عنها الأسبوع الماضي. إسراء البالغة من العمر 38 سنة من أقدم الأسيرات في سجون إسرائيل، اعتقلت في القدس في 2015 من بعد ما انفجرت أسطوانة غاز في سيارتها واحترق 60% من جسمها، وتم اتهامها أنه كانت بتحاول استهداف الجنود الإسرائيليين، ونحكم عليها في 2016 بالسجن 11 سنة. ابن إسراء كان عمره ما بيتجاوز 4 سنين لما انسجنت، ولحظة اللقاء فيه بأهلها بعد 8 سنوات كانت مؤثرة جدا. اجت إسراء، شو بتقولي بهاي المناسبة يا إسراء؟ يا عمري تركتك صغير وانا بحبك. إسراء معنا بس رح نعيش كل شيء سعيد، كل شيء سعيد بيننا، كل شيء مو طالع
كثير مبسوطين. الحمد لله. تعالي وين ولا شفتها؟